يغيرون الحياة، هؤلاء الأشبال والزهرات الذين يقفون اليوم في هذه الوقفة التضامنية في محافظة طول كرم، حقهم كأن يكونوا كمثل أطفال العالم جميعا، أن يعيشوا ليرون مستقبلهم ويرون تحت راية وطنهم وفي بلدهم وعلى ترابهم. نقول للاحتلال من هذه الوقفة مع كل أطفالنا وأبطالنا وفرساننا وأبناء شعبنا للعالم الأخرق والأصم أن يتدخل فورا لإنقاذ ما تبقى من أهلنا في غزة، وأن يحد من آلة القتل العمياء، آلة القتل التي لا ترعى إلا ولا ذمة ولا ترعى حقوقا ولا قوانين شرعية بكل أنواع السلاح. هذا صوت هؤلاء المتحتشدين هنا أمام هذه المؤسسة، مؤسسة الصليب الأحمر، المؤسسة الدولية التي يجب أن تنقل هذا الصوت، صوت فلسطين من هنا من طول كرم وفي كل بقاع الوطن كلياته، لهذا العالم أن كفى للقتل. رسالتنا اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال وأسيراتنا الماجدات، وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، ولإعلان الانتصار لغزة، غزة التي تعيش فينا كما يعيش فيها أبناؤها. الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم يومية بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مستخدما وسائل محرمة دوليا، أسلحة محرمة دوليا، وهذا الأمر يؤدي إلى مزيد من الدمار، مزيد من الشهداء، مزيد من الجرحى، مزيد من المعاقين، مزيد من الدمار. نحن نقول لهذا الاحتلال ونقول للعالم أجمع أننا لن نسمح بتكرار النكبة، لن نتشرد مرة ثانية، سنبقى صامدين في هذه الأرض، نحن أصحاب الأرض، نحن الثابتون، نحن أصحاب الحق، وهم الزائلون هم الذين سيهزلون إن آجلا أم عاجلا. فهذه الأرض تحب أبناءها، تحب من بناها بعرقه بجهده. أجدادنا الكنعانيون بنوا حضارتهم على هذه الأرض، ونحن ورثتهم، ونحن سنواصل الحياة على هذه الأرض. وكل الغزاة على مر التاريخ اندحروا وذهبوا إلى غير رجعة، وهذا هو مصير العدو الصهيوني، سيخرج من هنا مدحورا إلى غير رجعة.